بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتكلم على اوتوديسك فيوجن 360. ده برنامج تقدر تعمل بيه اي اشكال 2D او 3D، او تقدر تعمل بيه الاسمبلي، ترسم بيه سكتش. هو برنامج سهل ولذيذ جدا وقوي، وتقدر تشتغل بيه مثلا من البيت. هو اونلاين، هو بيرفع اي حاجه بتشتغل عليها اونلاين. تمام. منتجات الديسك اللي مكتوب عليها 360، تعرف ان ليها موقع بترفع عليها الحاجات اونلاين، وتقدر مثلا تكمل شغل من مكان العمل بتاعك او من البيت او من اي مكان تاني. هو البرنامج سهل وبسيط زي ما ان شاء الله هنشوف مع بعض. ممكن اجي هنا، ده بيديني داتا بانل اخر مشاريع انا اشتغلت عليها. تمام. والمشاريع دي كلها مرتبطة بالموقع بتاع اوتوديسك اونلاين. يعني لما اقول له ديمو بروجكت، روح مدخل لي على الصفحة بتاعت ديسك 360. أي مشروع ممكن أرفعه، هو أوتوماتيك هيشوفه الناحية التانية. ممكن أدي صلاحيات لناس تانية إنها تشتغل معايا، ده الحساب بتاع الأوتو ديسك. فأنا ممكن أقول له خلي فيه ناس تشتغل تاني معايا في المشروع، أو تبقى ليها حق تعديل في المشروع أو رؤية المشروع. البرنامج سهل وبسيط زي ما متعودين من برامج أوتو ديسك. ممكن ما يكونش فيها القوة في البرامج المنافسة، بس هي تبقى سهله وبسيطه ان انت تتعلمها. يعني خلينا مثلا نعمل اي شكل. ممكن اجي هنا اقول له كرييت وابدا ارسم. ايه اللي حصل؟ بيقول لي انت عايز ترسم على انهي محور. يعني احنا متعودين ان احنا نرسم على المحور دوت الاكس والواي. لا، ممكن اكس وزد او واي وزد زي ما انت عايز. خلينا نرسم مثلا على المحور دوت. هبدا ارسم المكعب بتاعي، هديله القاعده بتاعتي وممكن اكتبها. تمام. اول ما اخلص ابدا اشوف الشكل بتاعي اتعمل ازاي، وممكن اغير الارقام من هنا. اقول له ده مثلا خلي لي ده 150. تمام. وممكن في اي وقت اجعل اي جنب فيهم وابدا اعدل فيه زي ما انا عايز. ممكن ادوس هنا رايت كليك، اقول له انا عايز مثلا ديليت بول هول سكتش زي ما انا عايز. انا هو بيديني صلاحيات ان انا اشتغل زي ما انا عايز. 70 مثلا اخليها 50. تمام. تقدر تعمل زوم، تقدر تشوف التوب. خلاص احنا اتعودنا الحاجات دي في الاوتوكاد وفي الريفت، مفيهاش مشكلة ان شاء الله. ممكن تدوس هنا رايت كليك وتقول له انا عايز مثلا كرييت سلندر. نفس الفكرة، يقول لي انت عايز ترسم انهي واجهة. انا مثلا ديت، وابدا ارسم السلندر بتاعتي. اديله نص قطر، وبعد كده اديله الارتفاع زي ما انا عايز اهوت.